انا عندي واحد مريسه ديال باركين بلادي ديك المريسه ديال باركين تاع واحد السيد يخدم معايا بلادي عطيتو يخدم معايا مشيت انا مريضه مشيت ندير عمليه ملي درت العمليه وجيت فيك عاد سيت لي اخويا داك السويت الفلوس اللي جمعتي باش تعطيني مشي انا نمشي نخلص المسائل ديالي وهادي قال لي ما غاتلقى بلاصه لا ولا قلت له علاش قال لي راه رئيس الجماعه عطاني البلاصه قلت له علاش عطاك رئيس الجماعه البلاصه وانا عندي رخصتي وعندي المسائل ديالي هاي الاوراق ديالي ها الرخصه باش مخلصاهم سلسله الله خلصتني ما غيعطوك البلاصه ما يمكنش وانا عندي القرار ديالي ترى عندك بلاصه زرق الشاطئ الزمرد سير اخويا بحالاتك ملي ما بغيت نمشيش هز راسو ضربني بروسيه غيبت شهر درت الشركه ب 25 يوم هي باقا عندي ما دفعتش ما والو قلت لا ما قدرت لا نوض لا والو قلت لي خويا سير بحالاتك عاود رجعت ما بديتش بديت نوقف رجعت داك يتكرفص عليا شويه ثاني ويزيب لي واحد اخر قلت لي مالك اخويا حتى قال لك عاطيني رئيس الجامعه الرخصه الرخصه ديالو اللي عاطيها هي عطاها ليا مشيت عند السيد الشيكي للسيد العامل صيفطني عند رئيس الجامعه ملي دخلت عند رئيس الجامعه ضربني بالزول حتى هي باقا داراني امام الناس وبركيشف عليا امام البشار عاوتاني عيط لي عند البوليس ديال بورغون وعيط على القيد ملي المقاتل 13 داوني ملي شاف لي الكوميسير كو قال لي هاد المراه عندها الرخصه ديالها هذا التقرير ديالها الا سالو شي حاجه تساعدوا معها المراه راه حشومه عليكم هادشي اللي كديروا علاش هاد الرئيس انا ما ندخلش في هادشي عمره مع تقرير هاد المراه صافي انا عند سيدي انا مريضه جيت في حالاتي مشيت للمحكمه مشيت للمحكمه حكموا عليا ب 40000 ريال خطيه وحكموا عليا بشهرين سورس مده 20 عام وانا عندي الرخصه الرخصه اللي كتحكم مده 20 عام وانا عندي الرخيصه ديالي اللي انا عايشه بها ومره مريضه مره جاله كنشري الدواء غالي ديروا البحث ديالكم وسولوا عليا المطالب ديالي انا مخلصاهم هاد الناس اللي هاد مخلصها الرخصه ديالي مخلصاهم وعطاها ليا قرار ملي وليت نوقف هاد الناس بغاو يقتلوني على قبل البليصه هاد الناس كيتهدوا ليا بالقتل باغين يقتلوني قال لي دوري حطيت واحد المراه مرات انا غدا عندي سكارير وعندي راديو هالوريقات وهالتاريخ اللي كندوي معاكم فيها الوريقات وجيبي